أعلنت الحكومة الأفغانية إطلاق نحو 100 عملية جديدة ضد حركة طالبان خلال الأيام القليلة الماضية في 25 ولاية من أصل 34. وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية إلى وجود قيادات لطالبان ضمن الخسائر التي تكبدتها الحركة جراء هذه العمليات الجديدة. جاء هذا في وقت سيطرت فيه حركة طالبان على مزيد من الأراضي والمواقع الاستراتيجية في البلاد. لم يخلف الانسحاب الأمريكي من أفغانستان إلا الفوضى، الأخبار الواردة من هنالك تؤكد ذلك. فقد أعلنت حركة طالبان سيطرتها على معبر تشمن الحدودي الرابط بين باكستان وأفغانستان، وهو أحد المعابر الرئيسة بين ولاية قندهار الأفغانية وإقليم بلوشستان غربية باكستان، وكانت تمر منه معظم مواد الدعم اللوجستي الخاصة بالقوات الدولية العاملة في أفغانستان خلال الأعوام العشرين الماضية. كما يستمر هجوم الحركة في كل الاتجاهات منذ بداية انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في مطلع مايو الماضي، هجوم أتاح لها الاستيلاء على مناطق واسعة من الأراضي الأفغانية في مواجهة الجيش الأفغاني الذي بات محروما من الإسناد الجوي الأمريكي. مقاتلو الحركة استحوذوا على عدة أقاليم ريفية ومعابر حدودية مهمة مع إيران وتركمانستان وتاجيكستان، ولم يعد الجيش الأفغاني يسيطر سوى على المدن الكبرى وأبرز محاور الطرق بحسب الأخبار الواردة من هنالك، والتي تشير إلى أن طالبان تستحوذ على مزيد من البلدات على غرار باميان وغزني وفراه. وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن مسلح الحركة سيطروا على بلدة فيش المشهورة والهامة في مقاطعة بولداك بولاية قندهار، وأضاف أنه بذلك أصبح الطريق المهم والجمارك بين بولداك وشمان في الجانب الباكستاني أيضا تحت سيطرة الحركة وفق قوله. في مقابل ذلك لا تزال القوات الحكومية تقاوم. وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت مقتل 191 مسلحا من حركة طالبان، بينهم اثنان من قادتها الميدانيين في غارات وعمليات خلال الساعات 24 الماضية في ولايات عدة منها غزني وخوست وقندهار. وردا على هذه التطورات أعلنت هيئة الطرق والمواصلات الإيرانية توقف إصدار بوليصات الشحن للمركبات الراغبة في دخول أفغانستان عبر معبري ماهيرود ودوغارون الحدوديين اللذين سيطرت عليهما طالبان مؤخرا. قالت وكالة رويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم الإعلان عن جسر جوي بهدف إجلاء المواطنين الأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية. هذا وتشهد مصلحة الجوازات الأفغانية ازدحاما ملحوظا نتيجة الإقبال الكبير لاستصدار وثائق خاصة بالسفر إلى خارج البلاد بغية استخدامها عند الضرورة. لا تخيفهم سرعة انتقال فيروس كورونا وقت الازدحام، الحرب هي ما يفزعهم. ومن أعلى المستويات لا تطمينة أكيدة بأن المعارك لن تصل إلى كابول، فاحتشدوا في مصلحة الجوازات لاستصدار الوثائق الخاصة بالسفر إلى خارج البلاد قبل أن تحل بهم لعنة الحرب. أتيت من نانغرهار منذ أكثر من أسبوع وحتى الآن لم تنتهي الإجراءات من أجل الحصول على جواز سفر. كبار السن أيضا لم يعودوا يفضلون البقاء، لم يحبط العجز آمالهم في الحصول على جواز يتيح لهم الهروب مع الهاربين. يريدون أن يمضوا ما تبقى من أعمارهم في هدوء، يشتكون انعدام الأمن في بلادهم ويستعدون للأسوأ. نحن مذعورون من المعارك، جئنا إلى هنا للحصول على جواز سفر والخروج من البلاد. لم تعد مصلحة الجوازات الأفغانية تتحمل الأعداد الكبيرة للراغبين في الحصول على وثيقة سفر. تعمل الإدارة بكامل طاقتها لتلبية الطلب الكبير. يبلغ عدد المراجعين بحسب المسؤولين هنا 7000 شخص يوميا، كثير منهم جاءوا لتجديد جوازات سفر لم يستخدموها من قبل. الخوف من احتدام الصراع أرغمهم على ذلك. كنا نصدر يوميا 2500 وثيقة سفر، لكن العدد ارتفع إلى 4000. ومن خلال التجربة يسعى هؤلاء للحصول على الجوازات سريعا لاستكمال إجراءات السفر قبل فوات الأوان وقبل أن تغلق السفارات والقنصليات أبوابها.
هو موسم الهروب من أفغانستان، لا يندرج لهيب شمس الصيف بين الأسباب المباشرة لمغادرة المواطنين، لكن لهيب المعارك أحرق إمكانية بقائهم منذ إعلان القوات الأمريكية مغادرة البلاد. جواد جوادي، العربي، كابول. يبقى معنا من كابول مراسلنا جواد جوادي. جواد، على ما يبدو ليس فقط من عمل مع القوات الأمريكية يستعد للمغادرة، الهواجس من حرب يعني تشمل العديد، تضاعف من عدد من يريد الحصول على جواز السفر كما ذكرت في تقريرك، لكن ما هي الوجهة التي يعني ينوي هؤلاء ربما التوجه إليها أو المغادرة البلاد نحوها في حال اندلعت الحرب كما يخشون؟ نعم، ليس هناك الكثير من الخيارات أمام الأفغان للتوجه إلى خارج أفغانستان. معظم المعابر الحدودية مع بلدان الجوار مغلقة، والدول الأوروبية البعيدة عن أفغانستان والدول البعيدة بشكل عام في القارة الأوروبية وفي غيرها من العواصم هي تفرض قيودات مشددة بسبب جائحة كورونا. لكن الأفغان بحسب حديثنا معهم أكدوا بأن جواز السفر حاليا مهم جدا، لأنهم يتحسبون خوفا من الأسوأ، لذلك يقبلون على امتلاك وثيقة سفر. عدد من الأفغان الذين تحدث معهم قالوا أن الدول الجوار ربما ستضطر لفتح المعابر من أجل إيواء اللاجئين إذا ما انزلقت البلاد نحو حرب أهلية، لذلك فإن الأمور يؤكدون عليها. بالنسبة للتطورات الميدانية، نعم، أشكرك جزيلا جواد. يعني الصوت كنا نتمنى أن يكون بشكل أفضل من المصدر. جواد جوادي مراسلنا من كابول، شكرا جزيلا لك.